ونروح لواحدة من أغرب القطع اللي بيحتويها متحف التحنيط في الأقصر، قطعة غريبة جدا مش مكتشفة في مقبرة أو معبد، ولكنها بطة محنطة سنة 1942 وحنطها الدكتور زكي اسكندر. حقيقة قصة غريبة، لأن دايما بنتكلم عن تحنيط المومياوات وإيه السر، لكن بطلة القصة هي بطة فعلا، وهتكلمنا عن تفاصيل أكتر عنها الأستاذة أسماء محمد سعد، مفتش متحف التحنيط بالأقصر. صباح الخير. صباح الخير حضرتك. طيب احنا الخبر بالنسبة لنا غريب، ليه بطة محنطة وفي الزمن الحديث ده موجودة في متحف الأقصر؟ إيه حكاية البطة وسبب وجودها متحنط؟ البطة عملها عملية التحنيط الدكتور زكي اسكندر 1942. اتعملت هو الدكتور زكي اسكندر ده كان عميد في كلية في جامعة القاهرة، واكتشف كان في مقبرة حجرية في حلوان ولقوا فيها سائل التحنيط، وسائل التحنيط ده كان كنز بالنسبة له في ساعة الاكتشاف، حتى قال عليها كنز في مجلة آخر ساعة في وقتها 1949. اتعملت عملية التحنيط للبطة اللي عندنا، وحدثت جدل كبير بالنسبة للبطة عشان مدهونة بمادة الراتينج، مادة من نوع من عملية التحنيط يعني. وهو عمل كذا اكتشاف، مش البطة بس، عمل كذا طيور يعني. طب وايه المختلف في اسلوب تحنيط البطه دي من خلال يعني هل تختلف عن اشياء اخرى، ولا هي مطابقه تماما لما حنطه المصري القديم من المومياوات؟ هو عمل مجهودات كتيره، وعمل السائل من المقبره اللي في الحلوان دي، وحلل السائل التحنيط ويعني توصل ليها شويه، يعني كان مندهش بعمليه التحنيط اللي كانت في السائل اللي اتاخد من ما تمسطوش الارض، عشان هي كانت مقبره حجريه. وعمل ليها تحليلات، وعمل ليها اكتشافات، وعمل منها البط، والبطه لسه بحاله جيده وموجودة عندنا في متحف التحنيط. هل في حاجات تانية كمان مميزة أو تم تحنيطها من خلال هذا العالم الجليل؟ أو حضرتك قلتي أنه كان ليه أكتر من اكتشافات وأكتر من تجربة. أيوة. لا، هو اللي حديثا البطة المحنطة دي، وشكلها يعني بيجذب السائح ويجذب الزائر اللي عندنا بيشوفها، شكلها يعني حلو كده، وبيجي كتير يعني كذا طالب أو كذا يجي زائر ينبهر، اللي هو لحد دلوقتي يعني هي ما كملتش حاجة 100 سنة بالزبط. هي حاجة 82 سنة بالظبط. بس هي شكلها يعني يدي انتباه، لفت انتباه كتير، يعني الناس كتيره بتيجي تشوفها من شكلها وشكل البطه، اللي هي ما فيش عوامل تلف ليها، يعني بحاله جيده، يعني لحد دلوقتي بحاله جيده. يعني طبعا ده بيقودنا ل يعني لغز من الغاز المصريين القدماء المهمه جدا، وهو لغز التحنيط. نقدر نقول ان السائل ده قدرنا احنا نكتشف محتوياته، قدرنا نقلده، قدرنا نعمل زيه، ولا احنا اكتفينا باللي عمله الدكتور زكي اسكندر؟ هو لحد دلوقتي سر، وما نعرفش الكميات. مصر القديم كان مخفي لحتة التحنيط دي تماما، اللي هو سر من عمليات التحنيط، أما الدكتور اكتشف جزء منها، وبدال البطة لسه بحالة جيدة، يبقى احنا توصلنا لعملية التحنيط، ونقدر يعني ايه فيما بعد يبقى التحنيط معروف. طيب يعني بالتأكيد كان في أسرار كتير لدى المصريين القدماء، ودايما بنتكلم عن الخرافة المتعلقة بالزئبق الأحمر ووجوده، وجدناه ولا ما وجدناهوش، أساطير كتير مرتبطة به. يعني كلمينا عن هذه الأسطورة وما يرتبط بها، وهل بالفعل تم اكتشاف ذلك في المقابر المختلفة، ولا دي كانت مجرد شائعات عن التأثير الفريد للزئبق؟ هو كتير بيجوا يتسألوا، حتى الزائرين اللي عندنا، ايه الزئبق الاحمر؟ بس الزئبق الاحمر ده يعني هو مستخلص من عملية التحنيط، هو مفيش حاجة اسمها زئبق احمر الاول. الحاجة اللي هو سائل التحنيط اللي بيتاخد من الموميا،
هي كانت موميا اتعملت عمليه التحنيط ليها بسرعه، والسائل ما الارض ما امتصتهوش، والسائل ده من عمليه التحنيط اللي اتعملت بسرعه ما كانت وقتها خدوه وتحلل. الناس كتيره برضو شائعات كتير قالت زئبق ده مش عارف ده حاجه يعني المصري القديم عملها، لا ما هو ما فيش، هو ده سائل من التحنيط. حتى برضو عندنا برضو سائل تحنيط كتير في انيه زجاجيه جنب البطه. انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذه اسماء محمد سعد، مفتش متحف التحنيط بالاقصر.